بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل مع بعض required without all. ده نوع جديد بس هنا بيكون مختلف عن without. طبعا احنا قلنا ان لازم الحقلين دول اي واحد فيهم ما يكونش متعبي هيجبر لي، يعني الاتنين دول مش متعبيين هيجبر لي الحقل ده، لكن لو عبيت ده بص ايه اللي هيحصل. احنا بنتكلم هنا لاحظ هيعدي لي القيمة. طب لو القيمة دي مش موجودة تعال نشوف ايه اللي هيحصل. هيلاقي ان هو في حقل من دول تم تعبئته فهيجبر لي ده. فهنا بقى لابد ان انا لو انا عايز اخلي الحقلين دول اجبار ان هما يكون الحقل ده او الحقل ده خالي، شوف ايه اللي هيحصل. هيخلي الحقل ده عادي ويعدي القيم. طب تعال نشوف، هنقول without all بالشكل ده، فبالتالي لو انا عبيت قيمة واحدة وسبت التانية تعال نشوف اللي هيحصل. هيعدي الفاليو ليه؟ لان انا اجبرته ان لازم يكون الحقلين دول مش ما فيهمش اي داتا. فبالتالي لو تلاحظ لو سبتهم هيقول لي بشكل اجباري ان لازم اعبي الحقل ده، لكن لو عبيت حقل فيهم هيلغي الفكره تماما وهيعدي القيم ويدخلها في الداتابيس. هي دي كانت فكره الوزاوت اول في فاليديشن. ونشوفكم في درس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.